فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص أدرك الركعة الأخيرة من صلاة العصر فقام يقضيها، في نهاية الركعة أتى رجل من الخارج فدخل مع المأموم الذي يقضي صلاته وصلى معه، فهل صلاتهما صحيحة وهل عليهما شيء؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن هذا خطأ أنك تدخل مع إمام مسبوق، لأن المسبوق هذا مأموم، والمأموم لا يتحول إلى إمام في أثناء الصلاة إلا إذا استخلفه الإمام، مسألة الاستخلاف. أما إن مأموم يتحول إمام بغير مسألة الاستخلاف هذا لا دليل عليه. نعم.